الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: أنا سماني الطريقة وأحب السمانية، يعني ما هو رأيكم في هذه الطريقة؟ الطريقة دي أخوانا طبعا عندها مؤلفات وكتب ألفوها وكتبوها وطبعوها ونشروها وسجلوها وقالوا للناس اللي بيتبع ما في هذه الكتب سوف يفلح ويدخل الجنة. وكان نحن بدينا يعني نذكر من بعض ما في هذا الكتب من الباطل ومن الضلال الذي سطره أئمة هذه الطريقة، عرفته؟ لأن يا أخواننا الليلة التصوف بقى بكتبه وبمراجعه، ونحن بنديك الشغل الفوق، ما زي عمك البجايده ده اسي اللي قاعد يبيع، ما خلاص ده خلاص دار يقفل الحسابات بتاعته، انت فاهم؟ بيغش في الناس، يديهم قال وردي صورة الكهف، قال ده لو قريته انت بتغنى غنى عظيم جدا، ولليله بيشحت، لليله تخيل، شوف الورد ده، لليله حماده بيشحت، وهو بيقول لك انه الورد ده بيخليك غني، والمعوق قال اربطه في كراعه اليمين، مش قال كده؟ والعند عسر ولاده تربطه في فخذه شمال الى اخر، وغيره من الكذب اللي بيقول فوقه حميده. فنحن النوعيه دي ما بنلعب عليها، ما بنلعب مع ذاته، لانه ده الموضوع موضوع بتاع رابطه. الجماعه دي حميده ده بيظنه بيلقط الكوره لناس الرابطه ذاته، ده ما تم رابطه ذاته، فهمت؟ فديل نحن ما بنتكلم عنهم، بنتكلم عن الأئمة بتاعين الضلال الكتب الكتب، فهمتها؟ والكتب دي عندها أرقام إيداع، عرفتها؟ لو زول زاد حرف واحد أنت ممكن ترجع لهذه الكتب. من كتب السمانية كتاب ليك سلام مني للمدعو عبد الرحيم البرعي، وده شيخ الطريقة السمانية وكل الصوفية في السودان. بيقول في الصفحة رقم 21 من كتاب ليك سلام مني: مدح إثما أريني وجهك. بيقول لك بيمدح في النبي عليه الصلاة والسلام. والغريب الصوفية قبل أيام لافلون مقطع في الواتساب وفي الفيسبوك بيمدحوا في مدح شركية إثما مكاشف الغوم، وجايبين لهم واحد الطريقة بتاعت الديسكو ديك اللي بيشغل الشغل ماسك الراس، فهمت؟ بيشغل لهم الغنى والجماعه بيرقصوا وراه، نفس الشغل بتاع ناس هوليود والرقاصين والسفهاء والصعاليك وبتاعين الافلام الاباحيه بتاعين الامريكان، شغالين الصوفيه بيرقص في الجماعه ويرقص بطريقه وسخه جدا حتى في الرقص، فهمت؟ والناس ما فاهمين الحاصل. هل ده مديح النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها؟ مديح زي ده كله عبارة عن شرك وباطل وضلال وإلحاد. قال البرعي في الصفحة رقم 21 من كتاب ليك سلام مني، فوق الصورة بتاعت أبوك الشيخ ذاته، قال في مدحة أرني وجهك، قال: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. روضة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل من عرش ربنا سبحانه وتعالى. عرفت الشغلة قاعدة مجهزة، فهمت؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. نفس الكتاب مدح إثما أحمد الطيب البشيري كاتبة بالدارجي في الديوان ده كله دارجي إلا بعض القصائد، قال في القصيدة اللي بيمدح فوق أحمد الطيب البشير، قال عن أحمد الطيب، قال: في مصر تجزأ للأربعين أحد وليذكر اسمه عند القبر يسعد. يعني لما تجي تحفر قبر الميت السماني تذكر عليه اسم أحمد الطيب البشير فإنه لا يعذب
ولو لم يكن من أهل الطاعات، زي ما قال عبد المحمود نور الدايم في كتاب أزاهير الرياض الصفحة 134 وانت ماشي قدام، فهمت؟ في كتاب أزاهير الرياض الصفحة 200 ديل كتبوا شيوخك كتبوا ونشروا ونحن قريناه وردينا عليه من الكتاب والسنة، ما تزعل تاني، فهمت؟ قال أحمد الطيب، قال جاءتني صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب قد غفرنا لك. الصفحة رقم 200 كتاب أزاهير الرياض، اعترف به الإزارق في مناظرته في قناة سودانية 24، قال الكتاب ده بالإسناد براو، قال كده، قال أحمد الطيب، قال جاتني صحيفة من الله عديل، قال مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب. ربنا يتكلم مع أحمد الطيب قبل ما نمشي لقدام. الكلام ده فوق مخالفات كثيرة وكفريات عديدة، منها أولا إن ربنا سبحانه وتعالى ما يكلم إلا إنسان أو إلا رسول. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا شنو؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم قال لك سلام قولا من رب الرحيم قد غفرنا لك، وانت في الدنيا واحمد الطيب في الدنيا كويس، وربنا قال له قد غفرنا لك وقال الآية. أول حاجة الكتاب، لما المشركين طالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، بعد ذاك قالوا أو ترقى في السماء ولن نؤمن، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نؤمن بك لابد تعمل الحاجات دي منا، نحن نشوفك طالع في السماء فوق وبعد ما تطلع وتجي نازل ولن نؤمن لك أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أهرد من ربنا كان شنو؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. المنزلة دي الكلام بالكتاب ده، الطلبة المشركين في مقام التحدي ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل لأحمد الطيب. هل يا سمانية ويا حميدة أحمد الطيب البشير شيخك وشيخ البرعي وشيخ سيادك، هل هو أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل منه، عرفته؟ بعدين قال الآية سلام قولا من رب الرحيم، الآية دي في الجنة، الآية دي لما المؤمنين يدخلوا الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم، ده في الجنة مش في الدنيا هنا. بعد ده قال غفرنا لك ولأهل قرابتك أجمعين، برضو ده بفضل روحه على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه هل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا غفر لأهل قرابته كلهم؟ أبو لهب عمه لزم، هل ربنا غفر له؟ امرأة أبو لهب هل ربنا غفر له؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تحميدة ما سمعتها ولدك في الروضة ما قرأك؟ أبو طالب عمه في الروضة قرأ لهم، كان بيدافع عنه. بعد ده شنو؟ بعد ده في النار. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يذود عنك ويدفع عنك، عرفته؟ بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنع عن ذلك، فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم شنو؟ أصحاب الجحيم. عرفتاه؟ فالسمانية والصوفية بفضل روحهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. ده كتاب اسمه الواردات الوهبية في أوراد الطريقة المجذوبية. ديل المجازيب، تعرف المجازيب ديل برنامجهم شنو؟ برنامجهم الكلام الأبا يقول لك كلام. الشيخ الطيب قبل شوية شفت بتلقى، مش بتلقى في ناس في السوق لسانهم يقول لك الزول ده لسانه كعب وبنبذك من الصرة لتحت، صح؟ ده الموضوع بتاع المجازيب. والله ينبز لك أمك نبس فاحش تقول له ده شنو؟ يقول لك لا ده غرقان مجذوب، انجذب، حاصل له جذب إلهي. عرفتها؟ ده تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل للحدود. ها؟ تلقاه بيسوي أي حاجة يقول لك لا يخدمها مجذوب. عشان كده عند الصوفية عادي تلقى الشيخ ولا المريد في حاجة شينة ما تتكلم، لأنهم ديل أهل الله. تخيل ديل أهل الله بيسووا كده، وناس 50 سنت يسووا شنو يعني؟ ديل أهل الله بيسووا كده. عشان كده قال لك في الطريقة القادرية قال يمكن للمريد إنه يقعد ويرقد مع مرة الشيخ في سرير واحد إذا حسبها إنها زي الخشبة. قال يا زول في راجل بحس مرة زي الخشبة إلا أنت تكون داير لك فلاتر ولا قاطع وشراس، لكن أنت راجل عديل شاد حيلك، فهمت؟ ما بتشوف الشغلة دي زي الخشبة، أنت مهوم ولا شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والقواعد من النساء. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بشنو؟ ها؟ لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير غير شنو؟ متبرجات بزينة. فربنا قال وأن يستعففن خير لهن. تقول لي الحوار الضرب الدخن ومكمل الطحنية في الحلة شد كويس، وضرب الضل والغنمايات الفي ضارب، والخروف الفي والسماية الفي كاتلة كلن، ومرتاح ولا بتعب بس بنطط في النوبة بنشط روح بجري الدم الدورة الدموية. تقول لي بيشوفها زي الخشبة؟ الخشب غيروا ولا ايش ناقصوا فيها؟ انتوا بتلعبوا علينا؟ طيب نشوف هنا ده في الصفحة 32 قال شنو؟ ها؟ ده ما ده منهج حميدة، ده داري يوصلنا له حميدة. تبقى انسان ديوث ديوث، تشوف المنكر بين اهلك وفي اهلك وما تحرك ساكن. هنا بيتكلم قال دي صلاة سيدنا عبد السلام ابن بشيش رضي الله عنه، صلاة ناجرة من راسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليك. الصلاة مع انها مبتدعة وباطلة لكن شوف بيقول فيها شنو. قال بيتكلم قال واحملني على سبيله الى حضرتي حملا محفوفا بنصرتك. طبعا ما بتفهم حاجة، الصوفي ما دارك تفهم حاجة، يقول لك لا ده كلام ما بتفهمه. يقول لك أساسين أسى مربي الغوم لطاها تأسى في بلاد ميمي. يا زول بلاد ميمي دي في جوجل وين؟ حصل شفتها؟ ما بيقول لك أنت ما بتفهم أنت وهابي. طيب يا أسأل جوجل، أنا خليني وهابي، جوجل بقى وهابي؟ أسأل جوجل ما في، هو الساكت. قال وقذف بي على الباطل فأدمغه. شوف الباطل كيف. قال وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. ديل بيشوفوا التوحيد عبارة عن شنو؟ وحل. وبيقولوا شنو؟ بيقولوا وانشلني من أوحال التوحيد. ده المنهج الصوفي. وهذا الكتاب ده اشتريته بتين يا مازن؟ شيخ مازن اشتريته بتين ده؟ ها؟ اشتراه. هذه لها الفاتورة من الدار السودانية للكتب، مختوم خالص مع الشكر، ها؟ ب 15 جنيه 30/1/2018 قبل يومين. فيه لو دار تتقرب لله تقول له وانشلني من ابواب التوحيد، يعني ربنا يمرقك من التوحيد ويجعلك شنو؟ مشرك. وابراهيم عليه الصلاه والسلام قال وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال لابراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
اذا كان دي بيعوها يا ناس الدولار ما يزيد ليه؟ يوم 30 ده ذاته الدولار بالصباح ب 37، بالليل ب 39، ثاني يوم الصباح بقى ب 40، امبارح ب 41، الليله قال 42، ولسه لسه لسه مش في صوفيا، مش في حماده قاعد يقلع في الناس، مش في تصوف، مش في جباب، مش في شركيات، مش في دعاء للاموات، مش في ادعاء، لان غير الله يخلق ويرزق وينزل الامطار ويغيث الملهوف. فابشروا بالجوع والغلاء والمجاعات التي ذكرها ابن كثير في التاريخ الاسلامي. الامه الاسلاميه ربنا سبحانه وتعالى قبل كده ابتلاها بابتلاءات عشان يتوبوا ويرجعوا الى الله. قال حصلت مجاعه لغايه ما الناس لقوا كلب اكلوه، ها، والناس لقوا شافع اكلوه، والناس بيكونوا قاعدين الزول بينتظروا يموت ياكلوه. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، واعظمها الشرك بالله. ما دام الشرك ده قاعد والله الناس ما تتهنى، عشان ما يجيني واحد بليد شيوعي كافر ولا واحد عاطل ملحد ولا شعبي مرضان يجي يقول لك لا والله الموضوع ده حكومه طارت وحكومه ركت. الموضوع ده ما من الحكومه، ربنا قال ما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وربنا سبحانه وتعالى قال ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو انهم امنوا لفتحنا عليهم بركات من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم فاسقون. فوالله يا ناس لو دارين الاسعار والبلد ترخص والناس تتقدم في دين ودنيا، عليها ان تدعو الى التوحيد وان تبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وان ترجع وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. ونتواصل ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله.